كباس في العالم في دوري البي سي بنعبر عنه بيه اوبن سيرك تاني الكباستور لا اوبن سيرك بالظبط كده يبقى تاني اول حاجه لما اجي دلوقتي اعبر عن الكباستور في دايره دي سي في حاله ستيدي ستيت اعبر عن الكباستور ده بايه اوبن سيرك اوبن سيرك تاني الكباستور اجي اعوض عنه في دايره الدايره دي في حاله ستيدي ستيت اعبر عنه بايه اوبن سيرك انت في دوائر مين بس في دوائر الدي سي تمام دي اول حاجه عايزينها النهارده يبقى اول حاجه عايزينها النهارده تاني ان الكباستور عبر عنه الدوائر الدي سي في حاله ستيدي ستيت كانه اوبن سيرك تاني حاجه برضو عايزينها النهارده هو التايم كونستنت التايم كونستنت اللي هو بتاع الشحنه والتفريغ كان ايه القانون بتاعه تاني حاجه عايزينها النهارده يبقى تاني حاجه تاني برضو ايه محتاجينها النهارده ان التايم كونستنت طيب ايه في الطاي ايه في الباب تاني؟ اول حاجه دلوقتي محتاجينها النهارده ان انا اعبر عن الكباستور في دوائر الدي سي في حاله الستيدي ستيت كانه ايه؟ اوبن سيركت. تاني حاجه التايم كونستنت اللي هو يعبر لي اللي هو التاو بتاع دايره الشحن او دايره التفريغ هو عباره عن ايه؟ الار في السي. ايه المشكله؟ دول الحاجتين اللي احنا عايزينهم النهارده. نيجي بعد كده في شويه ستيبس كده المفروض ان احنا نمشي عليهم عشان نحل ايه؟ نحل المسألة بتاعتنا. بس أنا زي قدامنا ليه؟ جايب لي بقى إيه؟ جايب لي سويتش. جايب لي إيه؟ سويتش. السويتش ده المفروض إن هو يعمل لي إيه؟ السويتش ده المفروض إن هو وضعه كده إن هو كان مفتوح. بس بعد تايم اللي هو عند نفس التايم اللي هو التايم زيرو ده أو أكبر من زيرو. هعمل إيه السويتش ده؟ هيبقى حد من إيه؟ من مفتوح ليه؟ لمقفول. عندي سويتش. السويتش ده هو المسؤول ان هو بايه؟ بيغير لي حاله الدايره من حاله ستيدي ستيت لحاله ايه؟ لحاله ستيدي ستيت جديده خالص، تاني عندي سويتش، السويتش ده يعمل ايه في الدايره؟ هغير لي حالتها منين؟ من ستيدي ستيت من حاله ستيدي ستيت لحاله ايه؟ حاله ستيدي ستيت ثانيه جديده، ماشي؟ يبقى اول حاجه، طيب انا لسه ايه دلوقتي؟ ان انا عندي الكباستور في دايره، والدايره دي بيقول عليها ستيدي ستيت، الكباستور ده عباره عن ايه؟ اوبن سيركت تمام؟ يعني قبل السويتش ده ما يقفل كانت الدايره ايه؟ الدايره ستيدي ستيت يعني الكباستور ده ايه؟ الكباستور ايه؟ اوبن سيركت تمام؟ ماشي يبقى دلوقتي ايه ناقص اللي هي ايه دوائر اللي هي ترانزيت او اللي هي سويتش ان انا عندي في سويتش الدايره السويتش ده يعمل ايه في الدايره تاني؟ هيبقى هحولها من حاله ستيدي ستيت لايه؟ حاله ستيدي ستيت ثانيه جديده خالص تاني؟ لما نيجي نقول الكباستور في ايه في حاله الستيدي ستيت هو عباره عن ايه؟ عباره عن اوبن سيركت تمام؟ طب وعلى اطرافه ممكن بقى الموبايلات سايلنت خالص بعد اذنكم؟ طيب وعندي الكباستور دوت اللي هو اوبن سيركت ده هيبقى على اطرافه ايه؟ هيبقى على اطرافه فولتج دروب او جود تمام؟ بس هو ده اللي احنا عايزينه النهارده وبعد كده هنكمل بقيه الايه؟ الخطوات ما فيهاش مشاكل. اول خطوه يا باشمهندسين في مساله زي دي او في دوائر اللي هي الترانزيت اول خطوه خالص انا بشتغل قبل ما يكون الايه قبل ما السويتش يبقى حل والخطوه دي بقول عليها الايه عندها التايم يساوي الزيرو نيجاتيف تمام مين هو الزيرو نيجاتيف تاني او التايم يساوي الزيرو نيجاتيف قبل السويتش ما ايه قبل ما السويتش بيغير حالته يبقى تاني التي بتساوي زيرو نيجاتيف يعني ايه قبل ما السويتش بيغير حالته طب قبل ما السويتش بيغير حالته دي حاله ايه ستيدي ستيت حاله ستيدي ستيت يعني الكباستور مال اوبن سيركت يعني الكباستور اوبن سيركت وعلى اطرافه في ايه؟ في فرق جهد نفس الكلام ده هنفذه هنا في الدايره اجي نفس ارسمها زي ما هي عباره عن ايه؟ ادي البطاريه والمقاومه دلوقتي السويتش ده حالته ايه؟ مفتوح قبل ما يبقى حد مفتوح تمام يعني كانه مش موجود خالص تمام؟ الكباستور عباره عن ايه؟ اوبن سيركت مش دي دايره وحاله ستيدي ستيت يعني الكباستور دلوقتي عباره عن اوبن سيركت طب جميل نكمل بقيت الدايره زي ما هي يبقى دي ترسيم الدايره عند تايم ايه؟ تايم تساوي زيرو نيجاتيف زيرو نيجاتيف قلنا يعني ايه معناها؟ يعني الحاله ايه؟ قبل ما السويتش يغير حد ودي تعتبر حد ستيدي ستيت تاني الكباستور ماله؟ اوبن سيركت اوبن سيركت على اطراف في ايه؟ فرق جهد فرق جهد فرق جهد ده عبر عنه يا باشمهندسين ده حاجه اسمها البي سي وفي ايه بقى؟ اللحظة دي اسمها ايه؟ C
زيرو نيجاتيف يبقى دوت هيبقى اسمه بي سي دي بي سي عند زيرو نيجاتيف واحط اي بلاد من عندي واحط ايه اي بلاد من عندي تمام يبقى ده التمثيل الدائري حالي ان السويتش لسه ما غيرش حتى والدائره ستيل ستيت يعني الكباسيتور اوبن سيركت تمام ارسم ده زي ما هي ايه بقى هدف الخطوه دي هدف الخطوه دي ان انا راح احسب ايه مش دلوقتي في كباسيتور اوبن سيركت ما بعرفش في ايه في فرق جهد صح انا هدف دلوقتي ان انا احسب فرق الجهد اللي هو بتاع الكباسيتور ده احسبه ازاي في دائره زي ما دي مش ده فرق جهد ما بين نقطتين صح كنا بنعمل ايه باخد مسار صح ما بين النقطتين بالبوست بارجع ايه النيجاتيف بعمل ايه بجمع كل الجهود اللي اتقابلني صح باخد اول ايه اول اشاره تقابلني البولتج دروب ده طيب نكمل الدايره هي الدايره بتاعتي تاخد اول مسار عشان نحسب البولت الاول باخد اول مسار وليكن باخد المسار ده تمام المسار ده فيه ايه المسار ده فيه ايه مقاومه صح وفيه ايه تاني في بولت سورس وبعد كده في مقاومه صح قلنا المقاومات بيحصل عليها ايه البولت شروب صح يعني احنا بنحسب البولت شروب بتاع المقاومه طيب في كام مقاومه المفروض ان انا احسب عندهم البولت شروب اثنين ادي واحده ادي ثانيه طب البولت شروب اللي هو بتاع 6 كيلو دي بكام؟ في بيان ممكن يمشي المقاومه دي يبقى خلاص البولت شروب هنا بصفر فاضل لي بس ان احسب البولت شروب على المقاومه اربعه المقاومه اللي هي ايه بقى لما نكمل الدرس 4 كيلو ولا ايه؟ ده اللي هو 8 طب دلوقتي لو عايز احسب البولت شروب اللي هو المقاومه 4 اعمل ايه؟ اجيب التيار هو التيار هيبقى بكام؟ كله ما عنديش غير اللوب دي صح؟ طب التيار اللوب دي بكام؟ 2 مللي امبير واحده من الاتجاه ازاي؟ فوق صح كده؟ هيطلع منين؟ خد بالبطاريه البوست ويرجع ليه للنجم قيمه التيار ده كام؟ 1 امبير صح؟ يعني انا عندي فيه تيار قيمته 1 امبير ماشي في مقاومه 4 كيلو صح؟ جميل لو قلنا ان في فولتج دروب اسمه في اكس على المقاومه 4 في اكس ده هيكون البراكت بتاعته ازاي؟ بص تحت بص تحت صح كده والنيجاتيف ايه؟ فوق تمام؟ كل ده بعمله ايه اصلا؟ عشان احسب ايه؟ في سي عشان احسب الفي سي وزيرو ايه؟ زيرو ليه؟ طب تعالوا بقى دلوقتي نحسب الفي سي وزيرو ليه؟ قلنا هنعمل ايه؟ همشي منين؟ من البوست برجع للنيجاتيف واحنا خلاص خدنا المسار ده واجمع كل الجهود اللي اتقابلت الجهود اللي على المقاومه 6 في كام؟ 0 0 بعد كده 12 12 صح؟ بعد كده في فولتج دروب اسمه ايه؟ قيمته في اكس الولاد بتاعته ايه؟ بوست صح؟ يبقى زائد الفي اكس طب لو عايز احسب الفي اكس ده اللي هو عباره عن ايه؟ حاصل ضرب المقاومه قيمه التيار المقاومه قيمتها 4 كيلو في ايه؟ ده 1 مللي امبير 4 في 1 بكام؟ 4 يعني يديني فولت بكام؟ 16 يديني فولت قيمته كام؟ 16 تمام؟ دي ايه اهم حاجه المفروض احسبها دلوقتي في المساله دي تمام يبقى تاني الدايره بتاعتي ديت حاجه اشتغل عليها امتى وهات سويتش بان اول خطوه هات سويتش بان قبل ما يغير حد اللي هي مفتوح وراح احسب ايه في سي دلوقتي الكباس ما يتمسك كانه ايه هو بيتسرق حتى ستيل ستيت اروح احسب على اطرافه ايه فرق جهد فرق جهد سميناه ايه في سي ايه عند اللحظه دي زيرو نيجاتيف مين اللحظه زيرو نيجاتيف دي اللي هي قبل السويتش والدايره بتاعت ستيل ستيت طيب كويس ايه اللي انا عايزه في الخطوه دي؟ هناخد مساله ثانيه هنزود فيها حاجه بس خلينا بس ايه زي ما احنا ماشيين كده الخطوه الثانيه هي لحظه ايه؟ لحظه السويتش بالظبط لحظه ايه؟ لحظه الايه؟ السويتش يعني سمي اللحظه دي يا باشمهندسين لو اقول دي ستيب واحد هتبقى دي ستيب اثنين اللي هي لحظه ايه؟ السويتش لحظه السويتش دي هسميها التي بتساوي الزيرو بص يبقى هتساوي ايه؟ دي هتساوي الزيرو بص دي لحظه دي تاني لحظه السويتش يعني السويتش هيعمل ايه؟ غير حد ومين بقى ايه؟ لما تكون فيه مقفول يعني نفس الدايره دي هتبقى هي ايه؟ تمام؟ هسيبها هي ايه؟ بس السويتش هيعمل ايه؟ السويتش غير حد يبقى مقفول طب لما يبقى مقفول مش هيبقى ديت عباره عن شورت سيركت؟ طب جميل نيجي بقى في الخطوه دي المكثف بقى اعمل ايه؟ المكثف في الخطوه اللي هي اللي قبل السويتشنج على طول مش كان حاجه ستيدي ستيت وكان على اطراف فرق جهد كنت كام؟ 16 طب لحظه السويتشنج يبقى فرق الجهد عليك كام؟ هي نفس الايه؟ نفس فرق الجهد اللي هو قبل السويتشنج في لحظه السويتشنج الفولت اللي على الكباسيتور هو عباره عن ايه؟ نفس الفولت اللي هو كان قبل السويتشنج يبقى ديت الخطوه دي احنا استفدنا منها كده هاجي دلوقتي اقوم جايب ايه؟
هحط دلوقتي ايه؟ هعبر عن الكباسيتي بايه؟ اوبن سيركت. لا مش اوبن سيركت، انا ستيدي ستيت برضه. الفولت سورس هعبر عنه ايه بقى؟ الفولت سورس. تمام؟ طب الفولت سورس احط البولاريتي بتاعته ازاي؟ واحط قيمته ازاي؟ احط قيمته ايه؟ نفس البولاريتي اللي انا فرضها صح؟ ادي البولاريتي ايه؟ طيب قيمته هو كان بيتكلم في السويتش 16 كان ب 16 فولت، ادي ال 16 فولت. تمام؟ بعد كده كمل الدايره زي ما هي. طيب في الخطوه دي مفروض ان انا احسب ايه؟ في المساله دي يا باشمهندس كان بيقول لي ايه؟ كان عايز يقول لك بيقول لي اكتب اكسبريشن للفي اوف تي، اكتب اكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. طب في اللحظه دي هروح اجيب مين بقى؟ مش الدي سي بقى. هو في المساله هنا ما كانش عايز الدي سي، هو كان عايز كلمه مين؟ اكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. طب المره دي بقى في اللحظه دي بتاع السويتشنج كان اسمها في اوف تي ولا بقى ليها اسم تاني؟ جي بلس. تي دلوقتي اسمه ايه؟ قيمته بكام تي؟ بالظبط كده. هاجي على نفس الايه الحته اللي هو بيقول لي بيجيب فيها الفي اوف تي، مش هتبقى اسمها في اوف تي، هيبقى اسمها ايه دلوقتي؟ للفي اوف تي بقى زيرو بوزيتيف. تمام؟ طب البولاريتي اللي هو كان حاططها كان حاطط البولاريتي عامل ازاي في المساله؟ هنا البوزيتيف وهنا ايه؟ النيجاتيف. طب بالشكل اللي قدامي ده في اوف زيرو بوزيتيف في الحاله دي بيساوي ايه؟ بكام؟ مش هو نفس الفولت اللي هو بتاع البطاريه بنفس البولاريتي قيمته كام؟ 16. يبقى تاني اول خطوه خالص اللي هي لحظه ايه؟ قبل سويتش. تمام؟ الدايره بتاعت ايه؟ الدايره ايه؟ ستيدي ستيت. تمام؟ يبقى السويتش ماله؟ مفتوح. والدايره بتاعت ستيدي ستيت يعني عبر عن التوسل بايه؟ اوبن سيركت. جميل. اروح اجيب ايه في الحاله ديت؟ في زيرو. اروح اجيب اول حاجه لو انا دلوقتي عايز اكتب اكسبريشن للفي اوف تي. تمام؟ هسيبني دلوقتي من الفي اوف تي في اللحظه دي. اروح اجيب مين بس؟ مش الكباسيتور المفتوح على طرف في ايه؟ فاري جود. اروح احسبه بس اللحظه دي اسمها ايه؟ عند زيرو ايه؟ نيجاتيف. عند الزيرو نيجاتيف اللي هي ما قبل السويتش. حسبناه مفيش مشاكل. دي كانت اول خطوه. طيب تاني خطوه اروح اعمل ايه؟ اللي هي لحظه ايه؟ لحظة السويتش اللي سميتها عندها التي بتساوي ايه؟ التي بتساوي الزيرو بوزيتيف. يبقى لحظة السويتش اروح اعمل في السويتش فولت سورس اروح اغير حالته. تمام؟ هو كان عبارة عن ايه؟ كان مفتوح بس لما غير حالته يبقى ايه؟ مقفول. رحت قفلت السويتش واروح اعمل ايه في الكباسيتور بقى؟ قبل السويتش كان المفروض على اطراف الفريق جوه اقوم اروح اعبر عنه ايه بقى في لحظة السويتش؟ فولت سورس. طب قيمته والبولاريتي بتاعته ازاي؟ نفس البولاريتي اللي هي في الحاله اللي قبلها وقيمته نفس القيمه اللي انا جبتها. فاهم المشكله؟ واروح في اللحظه دي او في الخطوه دي اروح احسب مين؟ هو كان عايز يجيب الاكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. اروح انا اجيب الفي ايه بقى؟ عند اي لحظه؟ عند زيرو بوستر. الفي اوف زيرو بوستر اللي هي ما بين ايه؟ ما بين النقطتين. ما بين النقطتين زي ايه؟ طب ما بين النقطتين دي فرق جهد بكام؟ 16. حظ ان هي كانت ب 16. طب افرض ما كانش فيه 16 وكان فيه مقاومه ما اعرفش ايه، كنت احسب الفولت ده ازاي؟ بنفس الطريقه اخد مسار ما بين النقطتين، او لو كان الفولت ده على ايه؟ على المقاومه احسب الفولت دروب على المقاومه. فاهم المشكله في الخطوه ديت؟ طيب الخطوه اللي بعدها بعد الزيرو، بعد ما يكون التايم بزيرو بوزيتيف هيكون التايم بعد كده بعد ما بدات حد ستيدي ستيت التايم ده هيبقى قيمته كام؟ بالظبط كده. الخطوه الثالثه هشتغل عند الدايره بس التي بتساوي ايه؟ ما لا نهايه. طب التي بتساوي ما لا نهايه اللي هي بقى حاله ايه؟ انا قلت السويتش ده بيغير ايه؟ رايح حد ازاي من ستيدي ستيت لايه؟ ستيدي ستيت. حالة ستيدي ستيت جديدة خالص صح؟ يبقى عند التي بتساوي ما لا نهاية. دي حالة ايه؟ ستيدي ستيت. ستيدي ستيت. وحالة السويتش ازاي؟ اوبن بقى. اوبن سيركت. تمام؟ يبقى الحالة ديت السويتش ده برضه السويتش زي ما هو مقفول بس الحالة بتاعت الدايرة حالة ايه؟ حالة ستيدي ستيت. يعني الكباستور ماله؟ اوبن. يعني الكباستور ايه؟ اوبن سيركت. يبقى تاني حالة ستيدي ستيت الكباستور ايه؟ اوبن سيركت. يبقى اول خطوه خالص التي بتساوي زيرو نيجاتيف اللي هي قبل السويتشنج، دي حالتي برضو حاله ستيدي ستيت. بعد كده لحظه السويتشنج اللي هي التي بتساوي زيرو بوزيتيف الكباستور بيبقى عليه ايه؟ فولتج صح؟ الفولت اللي هو بتاع اي حاله؟ اللي هي قبل السويتشنج صح؟ بعد كده بعد ما تبقى يوصل التايم اللي التي بتساوي انفينيتي دي حاله ايه؟ دي حاله ستيدي ستيت جديده. يعني الكباستور ايه؟ الكباستور اوبن سيركت. طيب يلا دلوقتي ايه؟ السويتش مقفول والكباستور اوبن سيركت. تمام؟ في الخطوه دي يا باشمهندس المفروض ان انا اروح احسب ايه؟ لو الخطوه ديت عند تي بتساوي ما لا نهايه اروح اجيب كلمه مين؟ من في
ما النهايه؟ الفيو في ما النهايه دي اللي هي ما بين هنا النقطتين، اللي هي ما بين هنا النقطتين، ما بين نفس النقطتين دول صح؟ هي دي الفيو في ما النهايه. طب الفيو في ما النهايه ممكن اعمل حسابها في الدايره دي؟ الفيو في ما النهايه احسبها ازاي؟ اخد مسار. الفيو في ما النهايه احسبها ازاي؟ مسار صح؟ منين؟ من البوست وارجع منين؟ وليكن ناخد المسار ده، المسار ده فيه كام حاجه؟ مفيش المقاومه وسلكه صح؟ الفولتج دروب على السلكه بكام؟ يبقى فاضل ان انا احسب مين؟ الفولتج دروب على المقاومه دي. طيب الفولتج دروب على المقاومه دي بيتحسب ازاي؟ اجيب التيار اللي ماشي في المقاومه، التيار اللي ماشي في المقاومه اللي هو قيمته كام؟ اللي هو برضه ايه؟ الواحد ايه؟ 1 ملي امبير. طيب يعني هيعمل لي في فولتج دروب اسمه في 1، البولاريتي بتاعته عباره عن ايه؟ بوست نيجاتيف صح؟ يبقى الفي اوف ما لا نهايه لو عايز احسبه هو عباره عن ايه؟ امشي من البوست وارجع للنيجاتيف، اول فولتج دروب في الزيرو، بعد كده في فولتج دروب اسمه ايه؟ قيمته في واي، البولاريتي بتاعته واخدها ايه؟ بوست. طيب قيمه الفي واي اللي هي عباره عن ايه؟ الاربعه ايه؟ الاربعه تي، اربعه ناقص اربعه. طيب نرجع بس دول اهم ثلاث خطوات، تمام؟ اول خطوه خالص اللي هي عندها قيمه كام؟ اللي هي لحظة ايه؟ اللي هي اللحظة قبل السويتشنج على طول، قلنا الدايرة بتاعتها هتكون في حالة ايه؟ حالة ستيدي ستيت، يعني الكباستور مال؟ الكباستور اوبن سيركت، خلاص الكباستور اوبن سيركت اهي. هدف اللحظة ديت ان انا احسب ايه؟ في الخطوة دي بس احسب مين؟ الفولت على مين؟ على اطراف الكباستور، تمام؟ اللي هو هسميه في سي 8 0 ميجا. رحنا حسبناه وجبنا قيمته اللي هي كانت 16، تمام؟ الخطوة التانية اللي هي لحظة ايه؟ لحظة السويتشنج على طول. اغير حاله مين؟ اغير حاله السويتش، تمام؟ وبعد كده اشيل الكباستور واقعد عنه بايه؟ فولت السورس البولاريتي بتاعته عارفها وقيمته عارفها من تاني خطوه؟ الخطوه اللي قبلها، تمام؟ طيب بعد ما يبقى السويتش بتاعي مقفول لفتره زمنيه بتساوي دي ما لا نهايه، يعني دي حاله ايه؟ حاله ستيت ستيت جديده خالص، يعني ساعتها الكباستور هيكون ايه؟ اوبن سيرفت. طب ساعتها هروح احسب ايه؟ طب في الخطوه اللي هي بتاعت معلش انا اسف هروح احسب ايه؟ اللي هو كونفورت او العايز الاكسبريشن بتاعه عند اي زمن؟ عند الزيرو بوست. نرجع بعد كده عند تي بتساوي ما لا نهايه. اعمل ايه في الكباستور بقى؟ مش دي حاجه ستيل ستيت جديده؟ اعمل ايه في الكباستور؟ اخليه اوبن سيرفت واروح احسب ايه؟ نفس الحاجه اللي هو عايز ايه؟ يكتب لها اكسبريشن بس عند اي زمن؟ عند ما لا نهايه. نحسبه ازاي طيب الفي في ما لا نهايه في دايره زي كده؟ اخد مسار البوست وارجع للنيجاتيف واحسب الفي في ما لا نهايه. فاهم المشكله لغايه دلوقتي؟ طيب الخطوه اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده يا باشمهندسين اللي هي حساب الار سيجن، حساب ايه؟ ار سيجن. هاجم نفس الدايره ديت، نفس الدايره دي، بعد ايه؟ بعد السويتش. هقول هاجم الكباستور، هفتح نقطتين بتوع الكباستور، وعندي النقطتين دول احسب الار سيجن. كنت بحسب ار سيجن ازاي؟ بعمل شورت كده كنت بالظبط كده، اي فولت سورس كنت بعمل فيه ايه؟ شورت سيركت. شورت سيركت واي كارنت سورس؟ جميل، يعني الخطوه اللي هي الاربعه اعمل ايه بقى؟ اخد نفس الدايره بعد ما عملت لها سويتشنج، اجي على الكباستور اعمل ايه؟ افتحه على اطراف احسب مين؟ ار 7 ار 7. طيب واي فولت سورس خليه ايه؟ شورت سيركت. شورت سيركت صح؟ طيب حد ممكن يقول الار 7 بكام في دايره زي ده؟ ده ايه؟ بكام ار 7؟ مش شايفين خالص؟ طيب خلاص هبكي فوق. طب خلاص لو هنحسب ار سيلينين على الدايرة دي هنا دي 6 كيلو 4 كيلو. طيب كنت عايز احسب ار سيلينين هي عبارة عن ايه؟ اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا هعمل ايه؟ هنفرض ان انا عندي نقطة اسمها ايه ونقطة اسمها بي، هدف ان انا احسب ايه؟ المقاومة المكافأة ما بين دي وبي. من ناحية ديت يا باشمهندسين، ايه علاقة السلكة بالستة كيلو؟ الاتنين بارلل صح؟ طيب زيرو مع أي حاجة بكام؟ زيرو يعني الناحيات مفيش مقاومة خالص. طب من الناحية التانية، ايه علاقة الأربعة كيلو بالأربعة كيلو؟ ايه علاقتهم ببعض؟ بارلل وقيمتهم متساوية، يبقى واحدة على إيه؟ واحدة على عددهم بيديني كام كيلو؟ 2 كيلو. طيب تبقى المقاومة المكافأة ما بين وبين اللي هي قيمتها بكام؟ 2 كيلو. أي مشكلة؟ أول خطوة اللي هي تاني قبل السويتش ما يتعمل، قبل السويتش ما إيه؟ حد يكرر ده؟ قبل ما السويتش إيه؟ يغير حالته، قبل ما السويتش يغير حالته، دي حالة إيه؟
يعني الكباستور ماله؟ يعني الكباستور اوبن سيركت على اطرافه في ايه؟ في فرق جهد، المفروض ان انا احسبه في الخطوه دي حسبناه. تمام. الخطوه اللي بعدها اللي هي لحظه ايه؟ لحظه سويتشنج. تمام. ساعتها بعمل ايه؟ بغير حاله السويتش واعمل ايه تاني؟ اشيل الكباستور خالص واقعد اعمل ايه؟ فولت السورس. تمام. البولاريتي قيمته بجيبها من اي خطوه؟ اللي هي قبل السويتش. خلاص واروح احسب عند الخطوه دي احسب ايه؟ هو كان عايز يكتب اكسبريشن للفي اوف تي، اروح اجيب قيمه الفي اللي هو عايزها بس عند اي زمن؟ عند الزيرو بوست. واحنا حسبناه طلع 16 فولت. طيب الخطوه اللي بعد كده اشار عند تايم يساوي ايه؟ ما لا نهايه. صح؟ يعني السويتش بتاعي يكون مغير حالته وتكون حالته ايه دي؟ بالظبط حاله ستيت ستيت جديده. صح؟ ساعتها الكباستور هيكون ايه؟ اوبن سيركت. خلاص خلي الكباستور اوبن سيركت وراح احسب في اللحظه دي نفس الفي اللي انا عايز اكتب لها الاكسبريشن بس عند اي زمن؟ عند ما لا نهايه. حسبناه طلع بكام فولت لو تفتكروا؟ طلع ب 4 فولت. طلع بكام فولت؟ الخطوه اللي هي الرابعه واروح احسب ايه؟ ار 7. تمام؟ ار 7 هحسبها ازاي؟ ان انا اعمل ايه في الكباستور؟ اشيله خالص. صح؟ وعلى اطراف الكباستور راح احسب مين؟ ار 7. اعمل ايه بقى في اي فولت سورس؟ شورت سيركت وايه؟ اوبن سيركت. وحاله السويتش مالها؟ متغيره. تمام؟ وحاله السويتش مالها؟ دول اول اربع خطوات واهم اربع خطوات. الخطوه الخامسه ما هي الا شويه حسابات وخلاص على كده. ستيب خمسه بعمل ايه بقى؟ لو نكتب بس اول حاجه ان انا جبت الفي اوف زيرو بوستيف طلعت 16 فولت. وجبنا الفي عند ما لا نهايه طلعت 4 فولت. وجبنا ار 7 طلعت بكام ار 7؟ 2 كيلو. طيب تعالوا نشوف بقى الخطوه الخامسه بنعمل فيها ايه؟ ودي تعتبر اخر خطوه في المساله. هو كان عايز في المساله مش كان عايز اكسبريشن؟ كان عايز اكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. صح؟ هنيجي نكتب المعادله ديت. هنيجي نكتب المعادله ديت عشان نفسيها. الفي اوف تي اللي كان عايز يكتبها لي اكسبريشن. تمام؟ هنقول انها بتساوي كي 1 زائد كي 2 في اي اس سالب تي على التام. يبقى تاني في الخطوه 5 هكتب ايه؟ هكتب المعادله التانية. هو كان عايز اكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. يبقى هكتب في اوف تي بتساوي كي 1 ده ثابت، كي 2 ده ثابت في اكسبوننشال سالب تي على التام. تمام؟ تيجوا نحسب التام يا باشمهندسين. هي التام كانت بتساوي ايه؟ صح؟ مش احنا متفقين ان التام بتاع الشحن او التخريج بيعبر عن ار في سي؟ اي ار بقى؟ بالظبط كده. انا مش هروح اعمل خطوه احسب ار 7 ومش هستخدمها. يبقى التاوي عباره عن ار 7 في مين بقى؟ في السي بتاعتي. طب والوحده بتاعتك هتبقى من ايه؟ سكند. تايم ليه؟ بالسكند. جميل. كي 1 بقى يا باشمهندسين دي هي تعتبر ايه؟ وانا كنت عايز اكتب اكسبريشن لمين؟ للفي اوف تي. صح؟ الكي 1 دي هي عباره عن البي بس عند اي زمن بقى؟ عند الزمن اللي هو بتاع المال النهائي. تمام؟ يبقى تاني عشان اكتب اكسبريشن للبي اوف تي يبقى كي 1 اللي هو السالب ده هو بيساوي قيمه البي بس عند اي زمن؟ عند المال النهائي. طيب كي 2 بقى لو عايز احسبه عباره عن ايه؟ قال ان هو بيساوي البي اوف زيرو بوستد ناقص ايه بقى؟ ناقص البي اوف مال النهائي. تمام؟ اي مشاكل؟ يبقى تاني في الخطوه الخامسه بكتب الايكويشن اللي هو عايزه. بقول ان البي اوف تي اللي هو الاكسبريشن اللي كان عايزه بيساوي كي 1 زائد كي 2 في اكسبوننشال ايه؟ السالب بتاعها التاو. مين هي التاو؟ طيب اللي هي بتساوي ايه؟ الار 7 في السي. والار 7 لسه حاسبينها. بعد كده كي 1 اللي هو السالب ده بيساوي ايه؟ الفي اللي انا عايز اكتب لها الاكسبريشن بس عند اي زمن؟ عند ما لا نهايه. كي 2 اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي الفي يعني زيرو بوست اللي عند لحظه السويتشنج اللي انا برضه حسبتها ناقص الفي عند ما لا نهايه. في مشكلة؟ ناخد مسافة نطب على نفس الخطوات. تمام؟ اللي هي ستيب 1 بحسب عند تايم بيساوي ايه؟ ال 0 و
يعني زيرو نيجاتيف سويتش زي ما هو سويتش يعني لحظه اللي هي قبل السويتش يعني السويتش زي ما هو تمام. طيب السويتش قبل ما هو يعني حد السويتش ملا طب داير النوت الرقم ايه حد يعني ستيت حد ستيت ستيت يعني كباسيتور مال اوبن زد صح يعني نفس الدايره فيها السنه طيب ليه نسوي دي سي بس نفس الدايره الكباسيتور هيبقى عباره عن ايه اوبن زد والسويتش دلوقتي عباره عن ايه؟ مفتوح السويتش مفتوح يعني كان ايه؟ الطرف ده مش موجود وكان ايه؟ يكمل بيت الدايره زي ما هي صح؟ الاي اوف تي اللي هو فين اصلا على الدايره بتاعتي
4 6 صح؟ طب الاتجاه ازاي؟ نفس الاتجاه واي. يعني انا دلوقتي عايز احسب الاي اي اوف 0 بص ده اي اوف 0 بص ده بكام كنت في الدائره اللي قدامي؟ عايز احسب التيار احسبه ازاي؟ عادي خالص، عايز تعملها باللوب، عايز تحسبها باللوب براحتك تمام؟ ولكن انا هعملها بس باللوب، لو عملناها باللوب انا عندي ده اي واحد واي اثنين، هل ده هيحسب اي اثنين على طول بكام؟ اي اثنين بكام؟ لو عايز اكتب بعد الاي اللوب اثنين ايه؟ تبقى عباره عن ايه؟ ممكن لو استخدمت النودل ايكويشن جوه النود ده هيبقى بكام؟ 32 بكام؟ 32 32 صح؟ طب جوه النقطه دي بكام؟ زيرو. طب لو عايز اجيب التيار هيبقى عباره عن ايه؟ 32 نص زيرو على ايه؟ على اي طريقه اجيب بيها التيار. يبقى انا دلوقتي جبت التيار اللي هو اي 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 زيرو بوزيتيف اللي هو طلع معايا طلع بكام كده قلنا؟ 32 على 6 بكام؟ 4 ونص. هل المشكلة مش 50؟ طيب تعال بقى نكمل الخطوة اللي بعد كده اللي هي طيب ده دي 6 على 5 زي الزيرو اللي بقى 6 على 4 بس طيب ماشيها 4 ماشيها 4 ماشي طيب نقول ان هي ب 32 و 5 ممكن الصوت طيب الخطوة دي اللي هي عند طيب بتساوي كام؟ الخطوة دي عند طيب بتساوي ايه؟ بص فين بالظبط كده يعني الكباستور مفتوح والسويتش مغير حالته لانه غير طبعا الدايره خلاها ايه هل ستيل ستيل ثانيه كده خالص. طب باشمهندسين في الدايره اللي قدام ايه؟ انا هدف ان انا احسب ايه؟ انا عايز اكتب الاكسبريشن لمين؟ للاي. الاي يبقى اسمه ايه المره دي؟ اي انفينيتي. اي انفينيتي صح؟ قال لي الاي انفينيتي اللي هو في الايه؟ في المقامه اللي هي 6 كيلو. حد ممكن يقول لنا الاي انفينيتي ده بكام في الدايره اللي قدامنا ديت؟ نفس الكلام لو عايز احسبه براحتك وعايز تحسبه باللود او باللوب براحتك. في كام نقطة ده يا ولاد؟ اثنين. في اثنين. قال لو قلنا ده التيار اللي هو اي واحد وده التيار اللي هو اي اثنين. بصوا كده الدايرة دي محصولة على الدايرة دي بالشورت سيركت ده. طيب دلوقتي لو عايز احسب اي اوف انفينيتي هو عبارة عن ايه؟ لو عايزين تكتبوا مثلا لوب واحد، لوب واحد هتكتبها ازاي؟ اقول دلوقتي ان انا عندي ايه؟ مجموعة بورت السورس نزلها بكام؟ 36 المفروض انها تساوي مجموع المقامات اللي هي بكام؟ 8 بتساوي اي واحد اي واحد بعد كده تاني مجموعة مشتركة يبقى اي واحد على طول 36 على كام؟ على 8 يبقى اي واحد اللي هو بيساوي 36 على 8 اللي هي 200. طيب ايه علاقة اي واحد بالاي انفينيتي اللي انا عايز اجيبه؟ ايه علاقته بيه؟ بيساوي بعض الاثنين بيساوي بعض وبيه نفس الاتجاه بتاعه ولا لا؟ يبقى دلوقتي اي انفينيتي هو اي واحد. اي مشكلة؟ جميل. الخطوة اللي بعد كده هروح اعمل ايه؟ اللي هي المفروض احسب ار 7 صح؟ ار 7 بحسبها ازاي؟ راجع على نفس الدايره ديت بعد ما السويتش غير حالته واعمل الكباستور اشيله واحسب عنده مين؟ ار 7. طيب بعمل ايه كل فولت سورس؟ يبقى شورت سيركت يعني الفولت سورس ده يبقى شورت سيركت. طيب والفولت سورس ده نفس الكلام شورت سيركت. هدفي دلوقتي ان انا احسب ار 7 ما بين النقطتين A و B. من ناحيه يا باشمهندسين ايه علاقه المقاومه دي بالشورت سيركت؟ يعني علاقتهم ببعض فرق يعني المقاومه المكافاه بكام؟ هي الشورت سيركت صح؟ طيب ايه علاقه المقاومه 6 ب 2 كيلو برد مع بعض يبقى ار 7 عباره عن ايه؟ حاصل ضرب ايه؟ يبقى ار 7 هي عباره عن ايه؟ 2 في 6 على كام بقى؟ على 8 الوحده بتاعتك تبقى كيلو ايه؟ كيلو. تاني مشكله؟ طب خطوه 5 اروح اعمل ايه؟ هو عايز يكتب اكسبريشن صح؟ يبقى دلوقتي ماشي.
ما جبناش ال في يبقى خطوه 5 المفروض ان انا خلاص بكتب الاكسبريشن مش هكتب اكسبريشن بعد كده قلنا دلوقتي اكسبريشن مين بقى انا عايز اكتب اكسبريشن مين الاي اوف تي صح ايكوال اي اوف تي هيساوي ايه واحد زائد في 2 يبقى سالب تي على التاب مين هي التاب ار سي اللي هي عباره عن ايه ار سي ار 7 ار 7 لسه جايبها في مين بقى سي في السي طيب مين هو كي واحد اي انفينيتي اي يعني ايه بقى بقى هي انا حسبت كي 2 طيب يبقى بص كده بص 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 طيب بص كده طيب ماشي نشوف بقى الخطوات طيب وانا الاي بتاعت الزرني جدا الاي بتاعت الزرني جدا بعمل بيها ايه ان هلا بيها بالسويتش ايوه بعمل بيها ايه ما بس فكش بيها حاجه ما ايه لا دي المكثف عامل فيه ايه؟ المكثف عامل فيه ايه؟ خلاص
سويتش هنا عشان تصين عامل الكباس حط بادج سورس اه عامل بورت سورس. طيب البلاك بتاعته ازاي؟ نفس البلاك صح؟ وكنت بكام بقى؟ 8 بورت. 8 بورت. انا كان المفروض في الخطوه دي احسن ايه؟ ماشي بس بعض كده تمام. انا على فكره ما كنتش عارف انت تقصد ايه اصلا. انت قلت في نود ما قلتش دي سي اصلا. ماشي كمل. او نود مش تفهم. المهم كمل عشان اجيب قيمتها. هجيب قيمتها ازاي بعد السويتشنج دي كانيشال فاليو؟ تجيب الانيشال فاليو ازاي قبل الحاله الجديده؟ تمام. هتعرف ازاي تجيب انيشال فاليو وانت اصلا ما عندكش الكونديشن القديمه؟ فلازم تشتغل على الكونديشن القديمه، تجيب الانيشال فاليو بتاعت الكونديشن الجديده. تمام؟ طيب نكمل يا باشمهندسين، عوضنا دلوقتي عن الكباستور بايه؟ والكباستوريه قيمتها تمام 8 فولت. هدفي في اللحظه ديت ان انا اجيب مين؟ انا عايز اكتب اكسبريشن لمين؟ الاي. اجيب الاي عند ايه؟ انت ناوي ازاي؟ قدم اي اوف 0 بوزيتيف. تمام؟ حد يعرف يحسب لنا اي اوف 0 بوزيتيف ده؟ دلوقتي عندك المقاومه دي 8 كيلو. قولولنا بقى الاي زيرو بوست ده اللي هو يعتبر ايه؟ مش ده الاي توتال صح؟ بتاع دايره؟ اي توتال بتاع دايره ده احسبه ازاي؟ 8 على مش عباره عن الفولت سورس على الار ايكويفلنت. الفولت سورس قيمته كام؟ 8. الار ايكويفلنت اللي هي عباره عن ايه؟ 10 توازي مع كام؟ توازي مع 8. تمام؟ في اي مشكله؟ جبنا من هنا مين؟ الاي زيرو بوست. تمام؟ طيب الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ اشتغل على التي المال النهائي. عند التي المال النهائي يعني الدايره بتاعت برضه السويتش ماله؟ خلاص مفتوح. طيب تعتبر حاجه ايه يا باشمهندسين؟ سويتش يعني الكباس بالولاد. حد يحسب لنا الاي اوف ايه بقى؟ اي المال النهائي كام؟ جيب. اي المال النهائي كام؟ الدايره ديت؟ سويتش. زيرو. تمام؟ يبقى انا عندي الاي في النهايه. زيرو. الخطوه اللي بعد كده راح اسيب ايه؟ ار 7 فين؟ ار 7 احسبها ازاي؟ الطرفين الكباستور. هشيل الكباستور وعايز اجيب ايه؟ ار 7 على طول. طيب. ماشي. جاي بوت السورس عشان اسيبه واحط شورت سيركت. مفيش ولا في اي كارنت سورس. ار 7 دلوقتي عباره عن ايه؟ لو دي 8 2 حد يقول لنا دلوقتي ار 7 اللي هي كام؟ 10 انا عندي 10 يعني حطيتها في 8 فرق مع بعض. من هنا جبنا ار 7. الخطوه اللي بعد كده بعمل ايه؟ اكتب الاكسبريشن بقى اللي انا عايز اكتبه. يعني دلوقتي عايز اكتب الاكسبريشن للاي اوف تي عباره عن ايه الاي اوف تي؟ كي واحد يا كي اثنين يبقى مفيش اصلا. طب نتكلم ليه؟ الاي اوف تي عباره عن ايه؟ عباره عن كي 1 زائد كي 2 كي اس سالب كي على التاو. التاو بكام؟ التاو بكام؟ ار 7 ار 7 انت السي ار 7 لسه حاسبها. كي 1 اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي بكام؟ 0 اللي لسه حاسبينها ب 0. كي 2 اللي هي تعتبر ايه؟ اللي هي بوست الماينس بوست الماينس لايف مال نهائي. اي زيرو بوست لسه حاسبينها لايف مال نهائي زيرو بزيرو. نفتح الاثنين من بعض يبقى دي ممكن كي 2 خلاص. نحط الاكسبريشن فانكشن في الفايل. فاهم مش كده؟ ناخد مساله كمان برضه بتاعها كده ديت. زيد طيب ناخد مساله كمان من بعض ركز فيها مختصر. عايزين نكتب اكسبريشن لمين؟ اي اوف تي. تمام. اي اوف تي اللي هو البنش اللي فيه ايه؟ مقاومه 4 اوف. تمام. اول خطوه اتفقنا عليها اللي هي عند تي تساوي زيرو بوست. هات السويتش تبقى ايه؟ هو هنا بيديني هات السويتش ازاي؟
مرفوضة تمام؟ لما انا حاسس ان تبقى ايه؟ ايه يعني؟ يبقى في الخطوة الأولانية حد سويتش هسيبها ازاي؟ ما انت كنت بتصوري؟ هسيبه مقفول زي ما هو تمام؟ هرسم الدايرة زي ما هي حد السويتش مقفول اعمل ايه في الكباستر؟ اوبن سيركت طبعا الأطراف المفروض احسب ايه؟ اعمل ايه؟ البلاك بتاعتك هتكون ازاي؟ بالظبط مفيش اي حاجه تمام؟ عايز مصاريف ادي واحد وادي اثنين وادي الكبير خالص تمام؟ طيب لو هناخد اللي هو الصغير ده، الصغير ده فيه كام مقاومه؟ مقاومتين منهم واحده ماشي فيها تيار؟ مفيش غير واحده بس اللي عايز احسب فيها التيار، اجيبه منين؟ اجيبه من ايه؟ من اللوب ده بيطلع بكام الفولت اللي هو على المقاومه دي؟ طب خلاص قيمه التيار ده بتطلع بكام؟ 10 ب 100 على 10 يبقى بكام؟ ب 10 امبير. طيب بعد كده الفولتج دروب هيكون البولاريتي بتاعته ازاي؟ بوست فاني ادي البوست فاني نيجاتيف صح؟ خلاص دلوقتي لو عايز احسب ال في سي وفي زيرو ايه بقى؟ نيجاتيف اخد مسار من البوست وارجع لايه؟ للنيجاتيف لما امشي من البوست هيقابلني اول فولتج دروب اشارته ايه؟ بوست بوست كام في كام ده؟ 4 في التيار اللي انا لسه جايبه بعد كده الفولتج دروب بالتاني بكام؟ زيرو يعني كانه كام دلوقتي؟ 40 تمام؟ طيب اللحظه الثانيه يعني هي لحظه ايه؟ لحظه ايه ده غير المفتاح حالته تمام؟ السويتش هيغير حالته يعني منين لفين؟ من المقفول لايه؟ المفتوح يعني اعمل نفس الدايره بس بعد ما السويتش يغير حالته يعني دلوقتي السويتش مفتوح الكباستر في اللحظه دي اقعد اعمله ايه؟ روت السورس قيمته كام والبولاريتي بتاعته ازاي؟ نفس البولاريتي اللي انا كنت فارضها لان قيمته طلعت ايه؟ بص يعني البولاريتي بتاعتي صح وقيمته كام؟ 40 فولت تمام؟ طب في الدايره اللي قدام دي انا دلوقتي المفروض ان انا اجيب ايه؟ اجيب ايه؟ الاي بس عند انهي لحظه؟ عند زيرو بوزيتيف فين الاي اصلا؟ كان في المقاومه ايه اللي هي 4 يبقى اي وزيرو بوزيتيف عند المقاومه اللي هي 4 اوم. طيب حد يقول لنا بقى قيمه الايه؟ التيار ده بكام؟ 8 40 على 5 يبقى اي وزيرو بوزيتيف هتطلع بكام؟ 8 قلنا 40 على 5 اللي هي 8 امبير. في اي مشكله؟ طيب الخطوه اللي بعد كده عشان على الاثنين تساوي كام؟ ما لا نهايه، ما لا نهايه يعني حتى الكباستور ازاي؟ يعني الكباستور اوبن سيركت تمام؟ تعالى نعملها على الثانيه دي على طول، يعني الكباستور اوبن سيركت قيمته الضرب كام؟ زيرو كنت طيب في حاله كام؟ زيرو يبقى عندي الاي اوف ما النهايه زيرو تمام؟ طيب باشمهندسين في الخطوه اللي بعد كده اروح احسب ايه؟ ار 7 ار 7 تمام؟ طيب ار 7 يعني اعمل ايه؟ يعني اشيل الكباستور وعلى الاطراف اروح احسب مين؟ الار 7 تمام؟ والسويتش بتاعي خلاص مفتوح اي فولت سورس خليه ايه؟ شورت سيركت كل كده كده مالهاش لازمه تمام؟ ار 7 بجنب بقى ار 7 ما عنديش بس ايه المسار اللي فيه دوت ما عنديش غير مقاومتين قيمتهم كام؟ 5 يبقى ار 7 ب 5 مول. الخطوه اللي بعد كده اعمل ايه؟ معادله اكتب الاكسبريشن وساعتها التاو هتساوي ايه؟ ار 7 في السي وكي 1 اي في مال النهايه اللي هي بكام؟ 0 وبعد كده كي 2 السكشن كامل موجود دلوقتي السكشن اللي احنا دلوقتي اصلا المفروض اثنين لازم اثنين طيب اثنين عنده حاجه يقول لحد يعني عنده اي سيكشن فاضي يقول لحد